اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من امنت بالله. حلقتنا النهارده حلقه هي ثنائيه طول الوقت بينها خصومه، محدش عارف الخصومه جت منين. احنا بنتكلم عن اهل الفن والابداع واهل الدين. دايما اهل الفن والابداع بيشوفوا ان اهل الدين بيحاولوا يحاصروهم ويصادروا على حريتهم، وبيشوفوا ان هم لو ملكوا زمام الامور هيلغوا حاجه اسمها فن، هيلغوا الحاله الابداعيه، هيلغوا تاريخ. من الناحية التانية أهل الفن أهل الدين بيقول لك جماعة بتوع الفن وبتوع الإبداع باسم الحرية وباسم الإبداع بيتجاوزوا كل شيء، عايزين يبيحوا المحظورات ويهتكوا الأعراض ويكشفوا الفضائح ويجسدوا ما لا يجسد. وتظل المسألة وصلت إلى أن بنتكلم عن فن إسلامي، فن خاص بمواصفات خاصة جدا، أو حرية مطلقة، حرية بلا أي قيد. الدين ملوش دعوة بالحالة الإبداعية، هو مفيش مرحلة أو منطقة وسط بين الاثنين. هو ده اللي هنناقشه النهاردة بحثاً عن أرضية اتفاق. ضيفي الليلة ضيف خاص هو المخرج المبدع خالد يوسف، وكالعادة كل ليلة معنا فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري. استاذ خالد اهلا بيك، منورنا. اهلا فضيله الحبيب، حياك الله. يا اهلا وسهلا. خالد، كيف ترى الابداع، الحاله الابداعيه من منظور مبدع بشكل عام، مش الاخراج السينمائي بس، يعني الحاله الابداعيه بشكل عام شايفها في مطلقها ازاي؟ الابداع نوع من الحلم. نعم. يعني دايما الناس، يعني القفزات الحضاريه الكبرى في تاريخ البشريه حصلت عن طريق واحد مبدع او حالم، حلم بشكل مختلف للواقع اللي هو عايشه، او حلم باختراع، يعني عباس بن فرناس او اي حد حلم بالطيران. فلا بد من الحلم، فطاقات الابداع لابد ان تكون ليس لها سقف كي تكون منطلقه. يعني وهو ده يمكن اللي انت اشرت ليه، مفيش حاجه اسمها ابداع بقيود، مفيش حاجة اسمها إبداع بشروط، مفيش حاجة اسمها إن أنت تحاسبني على حلم. أنا هل تستطيع أن تحاسب شخص على أنت تحاسب نفسك على حلم أنت حلمته وأنت نايم؟ لا دين ولا شرع ولا شخص يقدر يحاسب حد على حلم حلمه. تمام؟ عشان كده دايما هتلاقي فيه خلافات ما بين الذين يطبقون مقاييس أخلاقية أو مقاييس دينية على الفنون مثلا، هتلاقي فيه مشاكل ضخمة جدا بينهم. أنت ضد ده؟ ضد، يعني ضد اي مقاييس دينيه او اخلاقيه على الحاله الابداعيه. ده في المطلق. سيد الحبيب علي الجفري، الحمد لله، صلى الله على نبي الجمال ومظهر ابداعه في الوجود سيدنا محمد وعلى سائر الانبياء واله ومن سار على نهجهم الى يوم الدين وبعد. مساله ان يكون هناك تصور لابداع فني او فكري ايا كان لا يمكن تقييده باي سقف أيا كان هذا السقف، معتقدا أو أخلاقا. في الحقيقة عندي فيها إشكال، ووجه الإشكال الذي عند حضرتك إشكال، يعني وليس عند أهل الدين وحدهم، هذه مسألة لا شك أنك قرأت وطلعت، هي مشكلة جدل فلسفي كبير في العالم عند المسلمين وغير المسلمين وعند أصحاب الدين وحتى عند بعض الملاحدة عندهم إشكال من ناحية الأخلاقية في ذلك. والسبب في هذا الأمر أن الحلم كما قال الأستاذ خيري مطلق للإنسان ما لم يتحول إلى واقع. نعم، الإبداع ما دام في فكرة صاحبه فلا يمكن أن يأتي عليه قيد دين أو أخلاق من خارج صاحبه، لكن هو شاء أم أبى يملك قيدا في داخله من خلال تراكم أخلاقياته هو أو مقاييسه هو للأخلاق أو مبادئه الخاصة به هو كإنسان. فمفهوم أنه يوجد إبداع بلا قيد هذا وهم، ليس هناك حقيقة، إلا أن القيد يختلف الناس بين جعله قيدا فرديا ذاتيا داخليا يتأثر بنفسية الفنان ورؤية الفنان وما أعده لنفسه من معايير هو في داخله، وبين كونها شيء مشترك بين المجتمع يتعارف عليه المجتمع، أو شيء يؤمن به الإنسان أن له صلة بالله عز وجل. بقي مفهوم القيد
المتعلق بالمجتمع. الفنان ليس بمنفرد عن مجتمعه، الفنان ابن مجتمعه، وهو في الأصل هو صاحب رسالة لتطوير مجتمعه، لرفع مستوى مجتمعه. مقتضى هذه الرسالة ينبغي أن يكون بينها وبين المجتمع نوعا من الانسجام، لا التبعية، لكن نوع من التناغم والانسجام بينه وبين مجتمعه. هذا الانسجام له ارتباط بما هو عرف أخلاقي في هذا المجتمع، أو أمر يعتقده المجتمع، أو يعني يدينه المجتمع الذي هو يعيش فيه. لابد أن يكون هناك نوع من الارتباط، وإلا لو قلنا بالإطلاق وأصبح المعيار فردي فقط للفنان بدون مجتمعه وبدون غيره، سنقع في مشكلة النسبية المطلقة التي وصلت إلى نوع من الشطط الذي أنا متأكد أنه حتى الأستاذ خالد لا يرتضيه. يعني مثل هذا الفنان الأمريكي الذي رسم، سامحوني في اللفظة، يعدوه من المبدعين عندما يروا الإطلاق، لوحة سماها بول المسيح، يعني جل قدر المسيح عن ذلك، فرسم الصليب والسيدنا المسيح المصلوب ولطخه ببول من بوله، وهي موجودة بصورتها، وأحد من سماهم أهل الإبداع بالمتعصبين أحرقها في أظن سنة 78 أو شيء من ذلك. وفنان أمريكي آخر رسم السيدة البتول عليها السلام، السيدة مريم، وأوصله ما يراه حلما وإبداعا إلى أن لطخ اللوحة ببعض القاذورات التي تخرج منه لتتناسب مع اللون وليؤسس لمذهب الحرية المطلقة في الإبداع. أنا أعلم أن شخص بأخلاق وقامة الأستاذ خالد لا يقبل مثل هذا في قناعاته، إذن هناك تفاوت، ما الضابط؟ أنا بعتقد أن دايما الضابط هو ضمير المبدع ووعي الناس. قد أدخل في مهاترات مع بعض الناس اللي هم شايفين اللي أنا ما أفعله شيئا لا أخلاقيا، نعم، فليكن. ولكن أنا السواد الأعظم الذي يشاهد أفلامي لا يشاهد أفلامي بهذا المنطق. ليه؟ أنا بشوف إن أنا لما باجي أعمل الأفلام أنا بعملها من منطلق كيف تسمو بالروح، كيف تعلي القيم الروحية، لأن أنا مستهدف ده، لأن مفيش مصلحة، مفيش حد فينا كفنانين في مجتمع بننتمي ليه وعندنا أولاد على هذا المجتمع من مصلحته إنه يعني تنتشر الفاحشة بين الناس. يعني مين اللي هيبقى يعني، ودايما بقول كده ومش عارف ليه مش مقتنعين. طب إذا وجد من يريد أن تنتشر الفاحشة بين الناس، أنت كلمتني عن ضمير المبدع ووعي الناس، ووعي الناس ساعتها بقى على طول، إلا إذا وجد اللي ضميره ما عندوش ضمير، وعي الناس هو اللي يرد بيعمل إيه؟ إنه يتجاهل أعماله، إنه على طول هيسقطه، مش هيخلي فيه نفرين يتفرجوا عليه. لكن الريسك أو المخاطرة بان انت تحط سقف وتقول انا اللي هحدد، اصل مين اللي هيطبق ما هو مقياس اخلاقي او ديني على الفنون؟ ما هي دي المشكله، انه بني ادمين، فالبني ادمين هيفكروا من منطلق اخلاقي، انا اخلاقي تقول لي ان انا ما شفتش المشهد ده عشان نسبي، او انا ديني يقول لي كذا، فانا كانسان ما هي المشكله ايه؟ لو الله عز وجل هو بذاته هو اللي بيقول، وهو له اليد، لكن يده يد الله هتبقى من خلال افراد، الافراد دي قد يكون فيهم هوى او يكون فيهم بعض الشطط، طيب، او تعصب. طيب وبالتالي انت هتروح على طول حاطتني في خندق ان انا قيدت الابداع، قيدت الابداع من وجهة نظرك انت. طب انت نقلت لي ان المربع مهم، لازم الحبيب يدخل معانا. اتفضل. معنى كده ان انت شايف ان الاسلام كاسلام مثلا لم يقيد حرية الإبداع، ولكن المسلمين، بعض المسلمين أو المتشددين أو الذين لهم رؤى إسلامية، هم اللي بيحاولوا يقيدوا الإبداع. طبعا ده الرسول كان بيقول للحسان بن ثابت، قول يا حسان إن روح القدس تؤيدك، يعني كان منتصر للفنون. رائع، نحسم النقطة دي، هل هذا صحيح؟ لكن قبل أن نحسمها نود أن نصل أولا إلى حسم النقطة التي قبلها. نعم. هل يوافقنا الأستاذ خالد بأن القول بأن الإبداع لا ينبغي أن يكون له سقف أصلا، يحتاج إلى مراجعة بدليل ما ذكرناه من أمثلة التي ضربناها؟ مين اللي يحدد السقف؟ هذه النقطة الثانية، هذا اللي أنا بقول بقى، العقل الجمعي للناس. سيدي سنصل إلى هذا، أوكي. إحنا خلينا ترتيب منطقي في حوارنا حتى نستطيع أن نصل إلى نتائج أو نصل إلى اختلاف، هذا جيد، أوكي. لكن أولا، هل ينبغي أن يكون هناك سقف أو لا ينبغي؟ من يحدد هذه النقطة الثانية؟ هل الفن والإبداع ينبغي أن يكون بلا سقف؟ أنا بتصور بلا سقف، لأن مش هتستطيع أن أنت تلاقي الشخص اللي تأتمنه وتقول انه يقدر يقول ما هو اخلاقه وما هو دينه وما يتسق مع صحيح الدين ولا يتسق. لا، انت قلت العرف العام للمجتمع قبله اصبح سقفا،
تمام. إذا هناك سقف. أنا عشان كده بقول لك تعودت أن لا أخاصم وجدان الناس. هنا وجدان الناس هو اللي يحدد. إذا هناك سقف. التزمت بسقف وجدان الناس. نعم بالضبط. يعني بالنسبة للمبدع الأستاذ خالد يوسف السقف للإبداع ينبغي أن يكون عدم تصادم مع وجدان الناس. بالضبط. لأن لو تصادمت مع وجدان الناس السينما تتكسر. يعني لو أنا بعمل سينما أو بعمل أغنية أو بعمل مضبوط. يعني مضبوط. لو أنا تصادمت مباشرة مع وجدان العقل الجمعي للناس وأفئدة الناس وقلوب الناس هيكسروني. هل فقط لانهم حيكسروك او لانك مقتنع أنا بديك اصلا انا بديك مثال النتيجة لم تحدث انا بديك مثال النتيجة لم تحدث عشان لو تصادمت انت لو حتى لو لم يكن يكسروك يا اما هتنبذ يا اما يعني هيبقى في هياج عليك لا لا انا اقصد هل هذا من باب مبدا ولا من باب تقيه هياج الناس لا مش تقيه هياج مبدا الناس. ولا لا اكيد جميل بلا ادنى اذا اذا هل نستطيع ان نتفق ان الابداع يجب ان يكون عليه سقف لا يوجد في الوجود ابداع بلا سقف لكن الاختلاف بين الناس ما هو السقف فالسقف عند الأستاذ خالد وجدان الناس عدم الاصطدام مع وجدان المشاهد أليس تمام. كذلك؟ مزبوط. تمام لأن هذا يجعل الأستاذ خالد يختلف عن المدارس بعض المدارس الموجودة التي ترى اللا سقفية مطلقا لكل ما يخطر بباله ولهذا ظهرت النماذج القبيحة أو حتى الرسومات المسيئة للجناب النبوي الشريف المؤثرة لأنها ناشئة عن علم نحن لا نتكلم في فضاء نحن نتكلم في عالم يبني ما يجري على نظريات فلسفية يؤمن بها أناس ثم تحول إلى منهجية حياة فنقول أن الأستاذ خالد يوسف ليس مع نظرية أن الإبداع مطلقا ليس له سقف ولكنه مع أن يكون السقف غير مقيد للإبداع واختار في ذلك أن يكون وجدان الناس هذه نقطة إذا انتقلنا إلى النقطة التي تليها أنت كان سؤالك وهو هل يوجد في الدين ضوابط حقيقية جامدة يعني لا تقبل نعم. لا تقبل التقدم ولا التأخر هل هي التي تحكم الفن نقول هناك نوعان من الضوابط الشرعية عندنا نوع متغير ومعنى متغير أي أنه اجتهادي من العلماء من أجاز غناء المرأة ومنهم من لم يجز غناء المرأة إذا أنا لن أقول أني لو احتكمت إلى الدين سأحرم الناس من صوت المرأة لأن المسألة هذه في الشريعة عندنا ليست بقطعية وبالمناسبة القطعيات في الشريعة جدا جدا محدودة الغالب في الأحكام الشرعية الفرعية ليست بقطعية غالب العقائد قطعية وبعض حتى العقائد ليس بقطعي مختلف فيه لكن الأحكام الفقهية الغالب منها محل للاجتهاد القطعي منها محدود نحن نريد نقول هل يمكن أن نتفق على أن الأمور القطعية التي لا مجال فيها للاجتهاد البشري تعتبر خط أحمر في الإبداع بلا أدنى شك يعني أنا عايز مثلا أعمل لك فيلم يروج مثلا للكفر ولا للحد ولو رآه الآخر إبداعا بالنسبة للأستاذ خالد لو في مجتمع كافر وملحد وهو بيعمل هذه الأعمال فيه؟ هو بيعمل الأعمال ديت هو حر هذا راجع إليهم لكن هيراجع إليهم لكن حتى لو أنا في مجتمعي أنا قلت لك ملتزم بوجدان الناس هل أنا أستطيع أو يعني هل ممكن أن أنا أتخيل أنا نفسي على مستوى الشخصي أعمل أيوة. فيلم يروج لمبدأ للحاد أو مبدأ كفر أو مبدأ خروج عن الدين فنحن توصلنا إلى أنه هذا أيضا ضابط آخر إضافة إلى عدم الاصطدام بوجدان الناس عدم الاصطدام بالقطعيات بالنسبة للمسلمين من المخرجين المؤمن أما غير المسلم أنا ما أقدر أحكم عليه لكن المؤمن المسلم وحتى المسيحي الشرقي إحنا عندنا الحمد لله المسيحيين ناس متدينين المؤمن له أيضا ضابط فيما يتعلق بانطلاقته وإبداعه الفني له سقف هو عدم الاصطدام مع القطعيات التي تمام. يؤمن بس بها أنا عايز أقول حاجة هنا من يحدد القطعيات؟ لا القطعيات لا واضحة في قطعيات واضحة, واضحة. لكن أنا بتكلم على مثلا يعني أكبر حقائق الوجود قداسة هي قضية وجود الله نعم. هذه القضية قابلة للنقاش بمعنى إيه قابلة للنقاش؟ إن في مجتمعات بتنكر وجوده طبعا تمام لو أنا جيت ناقشت القضية دي في عمل سينمائي وخليت واحد من هؤلاء الكفرة يقول منطقه ما انت القرآن عمل كده ماشي بالظبط نعم. انا بديك مثال عشان قال أرضي. فرعون قال كذا هذا موجود ما انا ده اللي انا بقوله يعني عملت شخصيتين شخصيه بتتكلم على الكفر والالحاد وبتقول ما فيش ربنا وما فيش وما اعرفش ايه وشخصيه بترد عليها طبعًا. بالمنطق والدراما لا طب خليني اخدها منك واقول لك لا عشان ترد عليا حاضر لو حضرتك مخرج كبير ما جابش شخصيتين عشان فكره التوازن دي مش التوازن انا جايب شخصيه لا تؤمن بالله هو بطل ايوه خيالي بيصنع هذه الشخصية التي لديها منطق نعم. في إنكار وجود الله تمام. والفيلم انتهى على هذا والمبدع تبنى وجهة نظر بطله بدون ما تبنى وجهة نظر بطله دي قصة أخرى مش تبناها ما يبقاش مسلم انحاز... لا طب خلينا أقول لحضرتك حاجة جعلها تانية. تكون الأرجح في نظر لا المشاهد لا هو انحاز إلى توجه بطله في طرح فكرته هو حمى بطله من مصادرة الآخر أو المجتمع في أنه يعبر عن فكرته بالكامل وهذا وارد في الإبداع
ده ساعتها بيصطدم مع قناعات ومع عقائد وأشياء قطعية. بس حسيت أن حضرتك أسمع فعصل. الإجابة بعد الفاصل. مسابقة برنامج آمنت بالله والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من هو أول من جهر بالقرآن الكريم من الصحابة؟ علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك؟ اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة. مسابقة برنامج آمنت بالله والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من هو أول من جهر بالقرآن الكريم من الصحابة؟ علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك؟ اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة. أهلا وسهلا بحضراتكم، بنكمل حوارنا مع المخرج والمبدع خالد يوسف مع فضيلة الحبيب علي الجفري. وكنا وصلنا أستاذ خالد لفكرة أنك لو بتقدم نموذجين، وانا قلت لو بنقدم نموذج واحد لواحد ينكر وجود الله. انا ممكن اقدم نموذج لواحد بينكر وجود الله من اول الفيلم لاخره، وتطلع في النهايه اكثر يقينا بوجود الله من غير ما حد يرد عليه، حتى من غير ما موته في نهايه الفيلم او من غير ما اعمل له حتى نهايه مأساويه. ما دي وظيفتي انا، لو انا متمكن من ادواتي هعرف اقدم التيمة الدرامية بالادوات الابداع اللي عندي، باستخدام الادوات الابداع المختلفه اللي هي في السينما، عشان اوصل هذه الرساله اللي تتسرب للوجدان اكثر ما تتسرب للعقل. فممكن تسمع طول الوقت فيلم راجل بيتكلم على الكفر وبيتكلم على الالحاد، وانت تطلع اكثر يقينا. عشان كده بقى هنا بقى الاساتذه اللي ممكن يبقوا رقباء يقول لك يا خبر اسود ده عامل فيلم عن كافر. انت لابد ان تدرك المستهدف من العمل، ما تناقش القضيه نفسها وتحصرها في الخانه الضيقه دي. هم عندهم دي افق، ده بيتكلم على الكفر، ده بيتكلم على الفحش، ده بيتكلم على الفاحشة، ده بيتكلم على القتل، يعني في تابوهات كده عندنا فيما يتعلق مثلا بالجنس والدين. لو كلمت حاجة عن الدين تتخض على طول وعلى طول تطلع ممنوع. يعني او الجنس مثلا، فكرة الضرورة الدرامية وتناقضها او تضادها او تصادمها مع الفطرة والاخلاق مثلا. ده أنا بنقل لك بعض الآراء وده بشكل عام. رجل وامرأة على فراش في غرفة نوم، تمام. متوقع ماذا سيحدث بينهم؟ هل علي أن أرى ماذا سيحدث؟ أكيد لا. أكيد لا. أو محدش بيعمل على فكرة ما يحدث على فراش. لازم تكون في حاجة ما، لازم تكون في حاجة حقيقية، في حاجة ما هتحصل هتفيد الدراما وهتطور الحدوتة. زي مثلا هذا الرجل عاجز جنسيا، فهتكتشف ان مشكله البطل انه عاجز جنسيا، فلازم تدي اي ايحاء انه عاجز جنسيا. مش هتقولها في جمله والا كنت تكتبها في مقال او تعملها في روايه. يعني بتعملها بايحاء ما. المهم انت مستهدف ايه. انا بعتقد ان السينما المصريه عبر 99% من تاريخها لم يكن هناك افلام، 99% عشان ما اكونش كل تعميم خاطئ حتى تعميم هذا، يعني 99% ما فيش مخرج كان عايز يثير غرائز حد، يعني ما كانش مستهدف إثارة الغرائز، ما كانش مستهدف. الواحد في المية اللي حصل في 1%، أنا بنكرش في 1% حصل لإثارة الغرائز، وده كان مرتبط عارف بوقت إمتى؟ بوقت مش وقتنا خالص. لأن غير متصور الآن إن في حد يقدم في عصرنا اللي إحنا فيه، اللي موجود على النت كل الحاجات متاحة، كل أفلام البورنو متاحة قدام كل شباب العالم،
وهاجي أنا بإن أنا أطلع الجيب قد كده فهسير الناس يعني أو هجيب جمهور زيادة. أبقى أنا راجل أهبل لو تصورت إن في شاب هيدخل عشان يشوف 3 سنتيمتر زيادة في ركبة ممثلة وهو عنده البنات العراية اللي موجودين على النت. نعم مش ما عادش موجود الكلام ده، كان موجود في فترة من الفترات. بس حتى وانت بتقوله لي بالضرورة الدرامية والتجسيد والقصة وبتخدم على هدف، أعتقد إن ده بيتصادم مع أفكار أغلب الإسلاميين. مش الإسلاميين، مع هي الإسلام. هي مشكلة فلسفية متعلقة بإيصال الرسالة من خلال المشهد التي تكلم عنها في بداية الحلقة، وأظن لن تكفي الحلقة، أنا رافع عيني. نعم احنا في النهاية، لذلك أنا أقول نؤجل للحلقة الثانية لأن هذا الموضوع لن يكفي فيه الجواب الذي سألت عنه والذي سأجيب عنه، فأنا أرجو تأجيله. لكن فقط أريد أن أقول أن هناك مرجعية أخلاقية مجتمعية كان تكلم عنها الأستاذ الكبير الأستاذ خالد. أنا أرى أن المرجعية الأخلاقية المجتمعية عندنا لم تصغ في صورة ميثاق شرف فني لا يكتبه رجال الدين أو العلماء، لكن ممكن يشارك من ترى متنورا منهم فيه، لكن يكون بينهم بين علماء الأخلاق فلسفة الأخلاق وبين المبدعين من الفنانين. على سبيل المثال الرؤية للحرية في هوليود مختلفة عن الرؤية لمقاييس الحرية فيما يتعلق بالمشاهد الجسدية في بوليود. بوليود اعترفوا بأن لهم سقف ثقافي يتعلق مختلف بأخلاقيات الهند، حتى اليوم غالبيتهم هندوس. بينما هوليود بنوا فلسفتهم على كسر الحواجز، كلما كسروا حاجز التفتوا إلى الحاجز الذي يليه. لهذا نحن عندنا في العالم العربي إلى الآن لم تصغ لدينا فلسفة فنية لما هو الشيء الذي نريد أن نحافظ عليه في 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 الوجدان المجتمعي، وما هو الشيء الذي نريد أن نغيره إلى الأفضل أيضا في الوجدان المجتمعي. هذه الضبابية جعلت المسألة فردية بالنسبة للمخرجين، وهذه الفردية أوجدت عندنا تباينات كثيرة أضرت بالوسط الفني أنا فيما أظنه وبالعطاء الفني، أضرت بنا نحن في قيمنا الأخلاقية. ولعل الحديث بقية. نعم الحديث بقية، أنا هستأذنكم حننهي حلقتنا وسيكون لنا حلقة أخرى غدا، لأن المسألة ما زالت ملتبسة، كيف يمكن أن نقدم فنا وإبداعا وحرا ودون قيود والإسلام يرى أن المرأة لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، فستظل هناك معضلة طوال الوقت. سنتحدث أيضا عن النحت، عن التصوير، عن أشياء لها علاقة بالإبداع، ليست السينما فقط، عن الغناء، عن صوت المرأة، عن حاجات كتير فيها لبس وبتخوف، وبيقولوا أن في سينما هتطلع سينما إسلامية وفن إسلامي يراعي كل هذه الضوابط في مواجهة الفن الآخر اللي بيطلق عليه البعض فن بلا ضوابط. وأيضا أود أن أقول أنه في الحلقة القادمة ممكن نناقش بعض ما ذكره الأستاذ الكبير في مسألة لغة الجسد، وهو يناقش بعض ما ذكرته في لغة الثقافة حتى لا يكون كلامي نعم حكم على قناعاته. نعم نعم بشكركم جدا.